كان معانا ناجح. على الهاتف كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخليه. مساء الخير يا ابو كابتن ومبروك الفوز. الله يخليك يا محمد، وتحياتي ليك وتحياتنا للكابتن الكبير عادل طعيمه واخويا الكبير واستاذي والكابتن محمد عامر. طبعا حبيبي يا كابتن علاء. كابتن علاء ما شاء الله مسيره تعتبر جيده مع فريق الداخليه. اخر خمس لقاءات حضرتك كسبان ثلاث او ست لقاءات، حضرتك كسبان ثلاثه ومتعادل اثنين وهزيمه واحده فقط. بقيت في مستوى او ترتيب جيد في جدول الدوري العام. في كيمياء ما بين حضرتك وما بين فريق الداخليه؟ والله بص يا فاروق، يعني هو طبعا يعني انا في البدايه خالص لما رجعت الداخليه تاني مع اخر 10 مباريات وكانوا معرضين للهبوط، قررت ان انا اجدد الفرقه تجديد شامل، وبالفعل يمكن ابقيت على 6 لعيبه والفرقه تم تجديدها بشكل كبير جدا. وفي بدايه الموسم قلت يعني انتظروا الداخليه، مش دلوقتي، لسه احنا بنحاول نجمع نقاط، انما لما يحصل حاله الانسجام ويحصل اللعيبه اللي هي اللي داخله جديده على الفرقه واول مره تلعب دوري ممتاز تبدا رهبه اللعب للدوري الممتاز تروح، اعتقد الداخليه هيقدم مستويات افضل ونتائج افضل، وده اللي احنا بنجني استماره دلوقتي. يعني الحمد لله في الفعل زي ما قلت اخر 6 مباريات نتائج كويسه واداء كويس، يعني بالاضافه للنتائج الاداء برضو مهم جدا، واتمنى الاستمراريه يا رب ان شاء الله، والولاد يكونوا برضو عند حسن الظن والمسؤوليه الفتره اللي جايه ان احنا نكمل بفريق الداخليه لنهايه المشوار ان شاء الله. طب كابتن علاء، الحارس الغرباوي كان له صراحه دور كبير، يعني في ظل التعادل كان احتسب ضربه جزاء لفريق طلائع الجيش وصدها وكمان انقذ الفرصه اللي بعديها، يعني حتى الريباوند والمتابعه احرزها، وسبحان الله كان قبل ان يحرز الداخليه الهدف الثاني. الغرباوي من الحراس الجيدين. محمود بص، اي فريق مهم جدا ان يبقى معاه حارس مرمى متميز، يعني حتى النادي الاهلي، حتى نادي الزمالك، حتى الانديه الكبيره لازم معاها حارس متميز، لان اكيد هتيجي عليك فرص. فالغرباوي من الحراس المتميز دلوقتي، وبقى اصبح عنده عنصر خبره. يمكن الغرباوي برده بدا معانا صغير ويمكن خامس موسم بيه في النادي الداخليه، خلاص بدا ينضج زي ما بيقولوا وبدا يتقل في الملعب. فطبيعي جدا ان حارس المرمى الجيد اللي هو يشيل فرقته، مش اللي هو مجرد ان هو يصد كره عاديه جدا ممكن اي حارس مرمى يصدها. عشان كده دايما بقول لحراس المرمى ان انت دورك ان مش مجرد ان انت تاخد الكره العرضيه وخلاص، المهم مش مجرد انت تمسك الكره، لا، تنقذ فرص حقيقيه. فاعتقد ان الغرباوي لما ينقذ ضربه جزاء ويكمل بعديها، دي بتدل على تميزه وان هو حارس مرمى جيد، وده اللي مطلوب دايما، مش من حارس الغرباوي بس، مطلوب من اي حارس مرمى بيحرس مرمى اي فريق. طيب كابتن، الماتش القادم، اللقاء القادم امام مصر المقاصه، مستعد ليه ازاي؟ طبعا فريق مقاصه لازم نعترف كلنا ان هو فريق كبير وبيضم عناصر على مستوى عالي جدا، وبالذات الثلث الهجومي. يعني لو بصينا هنلاقي رغم موقف المقاصه قبل فوزه الاخير كمان على الانتاج الحربي، انما هو ثاني اقوى هجوم بعد الاهلي. فلازم نعمل له الف حساب طبعا، وبالذات بعد المباراه الاخيره انا اتفرجت عليهم طبعا، ادوا بمستوى متميز جدا وفازوا 3-1، فهنستعد له بشكل كويس قوي. اللي يهمني ان انا اطلع بالمباراه دي بنتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله، وخاصه انها مباراه المقاصه كمان على ملعبنا. طب هل في تدعيمات في يناير يا كابتن ولا مكتفي بهذا القوام؟ في ايه؟ تدعيمات. لا بص فاروق، لازم نقول ان انا بتفرج على الانديه بتدعم كلها. يعني ما شاء الله، يعني 90% من الانديه واكثر دعمت باكثر من 5-6 لعيبه كلها على مستويات عاليه. فريق الداخليه من الانديه القليله جدا اللي دعمت، لازم نقول لقله الامكانيات نعترف بدي، وارجع اقول برضو انا على ثقه باللعيبه اللي موجوده معايا، ما دعمناش غير يمكن بباك شمال مصطفى كالوشه يعني حضرتك طلبت من الاداره تدعيمات يا كابتن، ولا يعني حضرتك عارف الوضع المالي فما طلبتش؟ بالظبط يا فاروق، انا عارف الوضع المالي، فطبعا يعني ما برضو لازم اشوف الدنيا فيها ايه، وبطلب على قد اللي موجود، ما احطهمش في حرج وما اقولش انا السنه طلبت وارجع بره بعد كده اقول لك والاداره ما دعمتنيش وانا طلبت من الاداره ما احبش انا الكلام ده. انا بشتغل بالقماشه اللي معايا، بقدر اجيب القماشه اللي اقدر اشتغل بيها او اللعيبه اللي انا اقدر اشتغل بيها،
وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمني ويوفقني ومعايا. يعني انت حضرتك هتحل الموضوع دوت بالقماشه اللي موجوده باذن الله يا رب ان شاء الله. واعتقد يعني من البدايه، لان انا ما زلت بقول ان انا معايا لعيبه كويسه ومعايا لعيبه قادره انها تثبت وجودها وسط الكبار ان شاء الله، وان شاء الله نكمل بيهم بشكل كويس ان شاء الله. طب كان في حاله اصابه لشقيق محمود علاء قلب دفاع نادي الدخيل احمد علاء، وصراحه كلنا يعني اتفزعنا كابتن. هو حالته دلوقتي تمام؟ بص يا فاروق، برضه عشان برضه بعض الساده المحللين بعد المباراه قال لك ازاي ينزل ويلعب تاني والكلام ده كله. طبعا احنا بنتكلم في حاله اللعيب وقتها، الولد خد كوع في زوره. نعم. يعني يمكن ما بانش قوي، انما احد لعيبه طلع الجيش اعتقد وائل فراج وهو بيشترك معاه خد اداله كوع في زوره، حصل له زي حاله اختناق سريعه، والدكتور طبيب الفريق نزل انقذه، واتاكدت من طبيب الفريق ان هو يقدر يكمل ولا لا، ومن اللاعب نفسه قال لا انا هقدر اكمل بعد الافاقه والكلام ده كله، والحمد لله اطمنا عليه بعديها وراح عمل اشعه على المكان الكادمه وهو بيتمرن بشكل كويس جدا دلوقتي. وعلى فكره احمد علاء من السيرت مكاتب متميزه جدا. نعم. القادمه لمنتخب مصر بقول من دلوقتي اهو، لان ولد ما شاء الله مواليد 94 صغير في السن. وانا لما جبته يمكن جبته من فريق درجه قسم رابع سبورتنج من اسكندريه. هو حالته يا كابتن يعني بعد الاصابه على طول او بعد الحادثه بعد يعني موجوده هي معانا على الشاشه كانت صعبه جدا للكل، فكان فاكر ان هو بلع لسانه. لا الحمد لله ما كانتش بقى حسان، هو كان واخد كوع في زوره. نعم. ما هو اللي بره غير اللي جوه. اكيد انا بشوف طبعا، هو الكل اعتقد ان هو بلع لسانه، انما لا هو كان واخد كدمه شديده في الحنجره او في زوره، دي عملت له زي نوع من التشنج شويه، انما بعدها قدر يفوق وقدر يرجع الملعب تاني وكمل بشكل كويس وبيأدي التدريبات بشكل كويس معانا دلوقتي الحمد لله. كابتن عادل حضرتك عايز كابتن علاء ازيك يا كابتن؟ كابتن عادل ازي حضرتك؟ اولا علاء من اولاد النادي الاهلي. نعم. الناس اللي ما خدتش حقها في التدريب، الراجل ده بيعمل من ايه، من الفسيخ شربات المثل البلدي بتاعنا. لا بياخد لعيب عادي جدا يفضل يشتغل معاه لحد لما يبقى نجم. شفنا عصام مرعي، اسمه ايه ده، مرعي، عمرو مرعي، وكل النجوم اللي انت شايفهم دول بياخدهم حاجات كده بسيطة جدا. حسام باولو اكتشاف، حسام باولو، وفي تمساح. نعم. واحمد تمساح وحسام حسن ورجب بكار وكل دول كبيرة يا كابتن عادل. وبعدين بقى استثمار مع نتائج، استثمار مع نتائج. المدرب الجيد اللي هو يمسك فرقة ما فيهاش حاجة ويعمل منها حاجة، ده المدرب زي الطبيب اللي هو بيشتغل كده في حي شعبي، واحد شغال الحاجة تجيله جاهزة، الإشعة تجيله جاهزة، كل حاجة جاية له جاهزة. جبت التشبيه جاي. لا ده راجل بيشتغل في مكان شعبي، بيعرف يعني ايه يعمل من اللعيب العادي يخليه سوبر، وبعدين يصرف عليه من خلال ان استثماره انه يتباع، وفي نفس الوقت يصرف على النادي. فراجل من ابناء الشرطه ومن ابناء الداخليه، وقبل كده صعد الشرطه وصعد الداخليه اكتر من مره. الراجل ده مش واخد حقه لا في الاعلام ولا واخد حقه في المنتخبات. الراجل ده من ولاد النادي، بقول بعيد وقرب، من ولاد النادي المحترمين جدا، وراجل ان شاء الله ربنا موفقك وربنا معاك، واعتقد انك انت مشرف طول عمرك يا كابتن علاء. كابتن عادل ده الكلام ده وسام على صدري ومن مدرب كبير زي حضرتك، وانا بتشرف او بشرف ان انا من ابناء النادي الاهلي، وبشرف ان انا من ابناء وزاره الداخليه الحمد لله. والحمد لله يعني يكفي ان مدرب قدير وعلى خلق عالي زي حضرتك يتكلم في حق الكلام ده، اعتقد ده يكفينا. بصراحه كمان كابتن محمد عامر برضو ابتدى كلامه بنفس الامر، ان ابناء النادي الاهلي في القياده الفنيه بيبقى عندهم اختلاف في اي فرقه هم بيمسكوها يا كابتن. الحاجه الثانيه برضو من الفرق القليله قوي اللي بتبدا الهجمه من تحت، برضو بيحاول يلعب كوره، مش عشوائي، الناس بتلعب كوره ويعرف يعني امتى يضغط وامتى يعمل مرتده وامتى يهاجم من اليمين ومن الشمال وامتى يعمل المرتده السريعه. يعني بيدي لك وجبه دسمه جميله، والعناصر اللي موجود معاها تحس ان هم خفاف صراع، الانقضاض على الكره دايما، الكره المشتركه بتبقى دايما بتاعه الداخليه. ده شغل مدير فني. طبعا كابتن علاء، يعني انا عايز بس اقول لك على حاجه،
كون ان انت ما دعمتش في 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 يناير وعندك ثقه في لعيبتك، ده بيدينا مؤشر ان انت عندك ثقه في امكانياتك الفنيه، ان انت زي ما انا قلت مع فاروق، مش عارف انت سمعتنا ولا لا، ان انت من المدربين اللي بنقول عليهم صناعيه، بيعمل زي ما قال الكابتن عادل من الفسيخ شربات، بتعرف تعمل لعيب، بتعرف توجه لعيب، بتعرف تطور لعيب وتوصله للتوب فورم بتاعه. الحاجة التانية ان انت ما دعمتش عشان عارف ظروف المؤسسة اللي انت بتشتغل فيها، عارف ظروفهم، وده اسكان بينم على الثقة المتبادلة بينك وبين الادارة، واعتقد ان هم مساندينك جدا. وانا بقول ان انت من المدربين الجيدين جدا يا كابتن علاء، وان شاء الله هنشوفك في اخر الموسم في مكانه كويسه باذن الله. اشكرك كابتن عامر، وانا سعيد جدا بالكلام ده، وثقتكم فيا وثقتكم في فريق الداخليه ده يزيدنا اصرار ومسؤوليه ان احنا نظهر بشكل افضل كمان خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله.